مقاطعه كذا تعطيك دفعه معنويه، دفعه معنويه وحلوه. طيب يا حبيب قلبي يا فهد، موقف ابي موقف قوي قد صار لك في حياتك ما نسيته، اذا عندك الان، اذا تقول والله مو موجود، خلينا نبلش بالتحدي. والله انا بقول لك اقوى موقف صراحه صار لي إيه؟ كوني الحالي انا وماني في السعوديه، ضعت في مطار هيثرو. هيثرو هذا وين؟ في لندن. بلش عدو يقولون اكبر مطار اتوقع، يعني بلش ولا عندك لغه؟ ولا عندي لغه وضايع. كان علمتني اخذك الله، لا اجي اضبطك هنا. هذا اقوى موقف صار لي، وجاني واحد من الات زايد دوسري من حتى في لندن. في لندن اقطري يا بيض الله وجهك اقطري. قال يا ولد انت ضايع. ايش دني ضايع؟ قوله البوابه ما هي هنا ولا هي حولك. وكفينا وبيض الله وجه. هذا الظاهر انها اقوى موقف صار لي، لا لغه ولا شيء، وضايعين في المطار والطياره طارت خلاص. الله، لو يتكلمون عربي بيقول النداء الاخير، النداء الاخير يا فهد مطيري. وانت ما طارت راحت هيك الطياره؟ لا ما ضاع، ما طارت الطياره. زين ما ضاع. الحمد لله انها عدت على خير. وفعلا ترى هذه المطارات دائما تجي فيها مواقف قويه. يا جماعه الخير، قبل لا نبلش بالتحدي بدي اخبركم انا شنو قلبت. أبي أقول لكم شيء، يعني صراحة أنا ما أقول إني صدمت، لكني فخور في هذا.